أخبار اليوم. لكن واضح ان في خطه كويسه ومدروسه، نتيجه التوجيهات مدروسه، وان شاء الله بس نصبر شويه، الحاله الامنيه بتتحسن وان شاء الله هيبقى في نتيجه في الاخر، يعني قريب ان شاء الله ان شاء الله. عمرو راجح، احمد عزت راجح، اهدي الجائزه دي لوالدي، روح والدي وروح والدتي. لا ده حاجة عظيمة، أنا قعدت والله اترخيت، قلت له يا سيادة الوزير خليك نزل بنفسه كتر ألف خيره، راجل بيحترم الخبرات وبيحترم السن، وإحنا بنقدره كمان وبنحترم عمله، وتحيا مصر.